عسلمة. متسلقة الجبال عسلمة، ميرسي بوكو بور لافيتاسيون. اهلا وسهلا وميمة. قديش من كيلومتر وميمة طلعت؟ خلينا نفكروا ساعة 5000 وقديه؟ 5137 متر. في الحدود نتاع تركيا وارمينيا. بين ارمينيا وتركيا. انا راني ضعت كل مره في بروحي حضرت مليح مره نلقاها ارمينيا وحنا بعد نلقاهم كاتبين تركيا في ام تي في حاطين بلاد اخرى. لقيتها منوبة انا كده. ارمينيا وين هذه ارمينيا؟ ارمينيا حدود نتاع تركيا في اوروبا. كيف بالعربي هي اسمها؟ احنا مشكلتنا في تركيا نعرفوا كان اسطنبول كهو. كيف اسم بالاسم بالعربي؟ ارمينيا ارميني. ايران زيدا، الحدود نتاع ايران زيدا. والله يعطيه الصحه. مسومي تشوف اربعه، ارمينيا اذربيجان وتركيا. انا حاولت نحفظها ما نجمتش في الاخر كتبتها. يحاذي حدود ايران وتركيا وارمينيا واذربيجان. فوالا اكزاكتومون. شوف البلاصه اللي مشيت لها، في بلاصه مشيت للعالم الكل. مشيت لها، مشيت طلعت الجبل من با مشيت. هي نجم اول، انت ما تحب تعمل تور دي مود اما ما عندكش الامكانيات العجيب. امشي للبلاصه هذه، اربع بلايص في بلاصه باهي. شنو هي السؤال قلت نسالوه قبل ما ندخل شويه؟ طارق متقلق شويه خاطر فما كلمه لايميت مانيش فاهمها. تعاود ياسر قاعده فيسبوك في الدار في الحومه ما فهمتهاش. حسيت روحي مانيش اين ماكش اين. اش معناها إقامة جبرية؟ الإقامة جبرية ما فهمتهاش. قاعدة دول وتسأل. سألت قيس سعيد قال إقامة جبرية على فما سياسي. هز عليك؟ أي نفس البروفيل اللي نحكي معاه هنا. قيس بيدو قال. قيس بيدو ما طلعش مش فاهمها. إقامة جبرية تو قاعدة تحكي برشا أنه قاعدة سياسيين باش يتحاكموا بالإقامة الجبرية وكل. هو فما فرق بين الإقامة الجبرية وبين المنع من السفر. فما منع السفر، فما الإقامة الجبرية على حدود علمي أنه منع من السفر وممنوع انك تغير محل سكنك. يا هاني ديما عم فيها زين. ديجا عايشها. هاني عايشها هاني صغير، ما نسافرش وديما في الدار. نفس الدار من الصغرى. بالطبيعة. خاطر الإقامة الجبرية ديما تصير للناس اللي لابس بيهم. بيان سور. عمري ما سمعت واحد فقير عملوا له إقامة جبرية. بيان سور. إقامة جبرية. خاطر ديجا فيها. لا أحلى جماعة اللي ما يسافروش عملوا لنا معناتها ولينا ما عادش نتنقلوا بين المدن. سامحني سامحني العجيبة. سامحني سامحني. ليدك تقول لي أحنا جماعة اللي ما نسافروش. أنا كي نصدقها شنين تسمى؟ سيديتاتا. مالي على ذكر الإقامة الجبرية، أنا منيش متظلع برشا. هاو تنشوف فريق الإعداد ياخذوا ناش أنس بن مالك. أنس بن مالك. أنس بن مالك كرونيكور الراديو. هو محامي زاد. أنس بن مالك تبارك الله طارق، كلمة متظلع برشا ما تكفيش. صحية. متظلع ياسر. 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 أنا بروحي مثقف شوية. في بالك كلمة ياسر. تحطمت. كلمة ياسر ينجم يعطيك المعنى نتاعها شنية. لو بعد شوية دخل معنا أنس بن مالك يعطينا الإقامة الجبرية شنية تفسيرها بالضبط أحمد، لأنه الناس بالحق مش فاهمينها بالضبط، وشكون السياسيين اللي معنيين بها اليوم. أوكي أوكي مروان خويا. أميمة طلعت للجبل 5137 متر. شنو لقبها هي؟ تراد. خي ما تعرفش عائلة تراد شنو يكبروا على مثل. أي. هما عائلة تراد كاملة يبدأوا مع بعضهم، فما مثل يتربيوا عليه من اللي صغار. أي. قالوا أبو القاسم الشابي. أي. من يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. هي ما تهيبتش ما تهيبتش حتى جبل خويا. هوك أربعة بلدين في بلاد واحدة وطلعت الجبل تكون قلقة تطلع جبل كاترونا. ما عندها حتى قلق. قعدتوا باثنية ثلاثة أيام، أما سنسي نقضوا أربع أيام. أنا بدي راه صاد رحلة ثلاثة أيام طلوعا ونزولا. أي. أما سنسي أربع أيام هي راه. سنسي أربع أيام، علاش نقص نهار؟ على خاطر الهبوط سنسي على نهارين. أما أنا ما عادش نجم و زدت كسرت ساقية وكملت هبط الكل أفرنا. لطف عليك. درزحت ولا في الهبوط؟ تحت برشا مرات. شوف العجيم كيفاش. خاطرها بونت. شوف العجيم الإصرار، كسرت ساقية وقلتها بفرحة. وانت نهار كامل تتبكى وتتشكى على شوية قريب. والله لا قبل انا كنت مغروم بك قبل في شد فترة معناها. أي. كنا نتبع برشا كامبينج وديما نشعب ما عنده حتى علاقة ما يبون. هو يحكي لك هكي راو صاد سيدي دريف يخفهم بالمارتين. شوف مروان وميمة طلعت 5137 متر. أيه. وقال لي انا زيادة كنت نعمل دي كامبينج. خنكمل لك. شوف سعال المفاهيم تدخل بعضها. اخي سمعني فيك جبل بوكرنين انا عشت فيها. انت اللي تحكي عليها حاجة مشابهة لسورية جوبا مثلا. قالولك وميمة عاملة بوتيك كامل. فهمت. إيه سعيد واحد يحسب مش حكي قدام ميمة طلع جبل ولا. شي انت عملت شي عملت في اللاجئ؟ والله طلعت جبل بوكرنين نطلع نقاوش مع الجيش غادي. انا ريتك بكلاسير. والله ريتك بكلاسير. اي مرة بكلاسير فيه قاوي. على فكرة البلاصة اللي مشيت لها ميمة ما استحقش كلاسير. ديجا بارد. ريت فيديو ريت على انستغرام فيديو ثلج ثلج. تو العداد بعد يعديونا. ما عرفتكمش الذيوبة في الثنية فازات. يعديونا فيديو ولا صورة. فماش حيوانات. فما ملول.
فما ملول حيوانات ملول فما شويه عليلش ملول ملول طبقل عليلش ملول طبقل يسرحوا عليش في أغمينيا أبو في أذربيجان في أذربيجان نصدقها محجمين مكية وكل عرفت والله محجمين حتى احنا متاع جبل وبعد احنا شوية تلقحسنا في بوكرنين انا حلو في حجم لك هو انت شوفوا الفيديو ونرجعوا يلا لصعود أميمة الجبال من يتهيب سعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر وي 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 لو طون جات الفيديو ذول جاي من الجبل هي الفيديو لو طون جات قاعده تهبط اي لو طون جات نحب نسال أميمة كيفاش جات الفكره كنت قاعده هكا في امان الله قلت تيان انا لازمني نطلع 5000 كيلومتر توا سامحني جست مروان امان كان كل تيان تعمل لي هكا مشي خاطر كيسحه برشا يا تو انا كون رايد نطلع جبل انا كون نعرفش نعمل ديبلاسمون باهي استنى استنى انت مشريتك مره عملت هذيك جوغ 5 كيلومتر فما طفله مزيانه يا اخي مشيت زعما معاها باش تونسها هذيك حاجه اخرى هذيك سافا تلاقوا شكون الموتيفاسيون نتاع أميمه وانت طفله تخرج معها جماعتين مشيت عملت 5 كيلومتر على سطحي امانة ليدي تلعب كتف وكال عادية الحكايه طلع وحدها تتشعبط 5000 متر والله هذا جول تعمني ولا عملت عملت بقال في المغرب 4200 متر المغرب اسمعني انا جبال المغرب نعرف فيهم حاجات اخرين نفسه هذايا هذايا الجبل اللي صار في لاتونتا هاي 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 أميمة المكان ما وانتي أميمة شكي غزرتك حسيت مش انتي يا برجولية جارحة أميمة اكيد قال اي واز سو تايرد ايوه خاطر مش ظاهره من الفيديو اللي هي تايرد تايرد تعبه بالنسبه لل امان بيرد على الاخر لا ما لقيتش نواب غادي مجامدين نسمع في صوت قدام الباب غاديك نتاع يجيو البرج يا أميمة اللي معاك اللي معاك تونسي أميمة معايا واحد تونسي كهو والاخرين زوز بولونيين كانوا في جروب اما وقت الطقس يسر خايب دونك جروبهم الكلهم هبطوا كملوا معنا بولونيا هي بولندا مروان خاطر نعرفك ما تحبهمش بالعربي اي كيما هو ثقافته مروان حاجه تستفزوا مثلا كي على القري نقولوا رمادي كي على الروز نقولوا وردي تو بالله وردي يقول البنيه تقولها يا محليها لبسه في الوردي تحسش اللبسه تحطمت هي ورده وي قنعتني يطلع يطلع 5000 متر راه في جبل باربعه ولايات تنجم تعفرها نقبل منه كل شيء عنده افكار اسمعني أميمة كنت تبدا صحاب انت وياها وتقرب تهرب عليك انت تسيب القهوه والله شد الربع والله تصور واحد بالحاكم صاحبه أميمة هو وهرب متغش عليه مثلا وين تلوج عليها تمشي تجيب القالب توا البنات جينيرالمون كي تقصها مع صحابها اللي تمشي تقص شعرها واللي تبدل اللون نتاع الفيرني واللي تمشي تشري حوايج جدد كان يلبس عليها تبدل كرهبة وميمة كملت استاجيت الكل واللي تشد الجبل وتبدا طالعة طالعة كجملة تتعارك انت وياها تقول ما عندها وين تمشي تجي ما تتدبقش عليها على خاطر عندها وين تمشي وتجي ما تجيش جبتوا هذه الفكرة والله هي فكرة وبلاد أخرى زاد أما أميمة لازم تستغل الوقت هذا الكل على خاطر هذه رياضة نادرة في المستقبل باش تتنحى على خاطر باش يولي لي زاسونسور بارتو ولا التليفريك اي هو فما شكون اقنعك في باش تمشي اول مره في المغرب مش انت الفكره فما شكون معاك كان يطلع الجبولات اي شكون احنا في الساله في الساله وقتها وجيبوا البروغرام وقالوا شكون يمشي وانا مجانغ نتاع الناس اللي ديما اي ديما اي اي وكانوا خايفين عندك كمية خايفين مني وقتها عندك كمية تلف تاخو جاز نخرج راسيك على خاطر ديما اي قداش مدفوع في بالي زوز ملايين قوم عندك سؤال أميمة باش نقولها كيفاش اقنعوك اول مره باش اطلع للجبل انا شكون اقنعك كيفاش انا مي انا مي انا مي ولا ولا أمي ولا هو راهو مليانة صغيرة خاطر با يخدم في حماية مدنية دونك مليانة صغيرة دقنا في الوتروت يكلموه يقول له يا نعرفش ان فما حريقة في الجبل الفلاني مثلا يخلينا غادي انا واختي وما نلعبوا ويمشي يتلهي في الحريقة فماش مرة دونك فوالا فماش مرة عرض واحد وهو يطفي في جبولات كرونيكور هكا حاجة مثلا غادي يعمل حاجات ممنوعة مثلا معناها يغطي با يستر يستر با حماية مدنية راهو يعيشوا في ليزافونتور كل يوم راهو وي ديما معناها في ليزافونتور شكون قال لك كل يوم بالعكس أكثر ناس مرتاحين
مرتاحين بريود بالقديم بعد مره في القداش هكا تجي حريقه تجي مره قداش حريقه لا لا تجم تصيح طياره تصيح هليكوبتر يدخل تران تران في تران صحيح. حريقه اللي قالتهم يسيروا ديما يسيروا كل طياره كل يوم كل يوم في النحلي وقتها صارت وبمشي وقتها دايده لا لا اما خمك تصير تقعد سفنير العمر الكل هو النحلي كل يوم النحلي ديجا ديما مسكر نحلي ديجا ديما مسكروا بريودي لا يحوسوا فيه الكلاب اما لا اسمعني تي شنو انت لاسانسور نتاع لي في مره ما خدمش مرشتنا جمعه كامله على ساقيك على ساقيك والله بالرسمي تاريخ خلاص ساعات نطلعوا الكاتريم يصير فينا معناها انت لو كان تطلع للجبل كما طلعت امام شكون تهز معاك مروان والله نهز معايا فنان فنان نتصور نهز معايا نورشيبه نورشيبه يغني لي علاش نورشيبه يغني لي وساعه ساعه يطيش لي العكاز خاطر نجم نوح يعاون راه والله يعاون ولا ريت كاتجي سيرتو في الثلج ليديا والله انا نجم نهز معايا زوز عباد شكون ابار انا شكون باهي ابارك اي بازا ابار من ثلاثه نهز معايا شمس الدين باشا قول لي علاش معناها واحد من شيبه والاخر شمس الدين باشا غير لا عكاز لما غير حد شيء وعلاش هو ما وديما يعتزل الفن او كيف الاربع ايام اللي نطلعوا فيهم الجبل باش يعتزل فيها برشا مرات او كيف كل مره هو يعتزل من الرضي نعملوا انيماسيون لبعضنا للتون اللي نطلعوا كنت تهز عبد من السياسه شكون تهز من السياسه حوت عليك نهز معايا من السياسه حوت عليك شبيك نهز معايا عبير موسى عبير موسى علاه هاكا انا نطلع نقول لها يا عبير ما عادش نحب نروح ويدخل لي لا لا وكان تطيح تعطيك الكاس مش تلقفني كنت تتفجع من الحلوف تمنعك هي كان جي حلوف هو يجي هكا وهي بالله يا اخي علاش الحلوف ديما تحكيو عليه بالخايب علاش ديما تحكيو على الحلوف بالخايب انا ما حكيتش ماهوش حلوف حلوف كيما في مخاخكم راهو الحلوف ربيت خنزير وانا صغير فوالا والله كيفاش فوالا خنزير انت كان قلت لنا متدخله رانا ما حكيناش هذا كله لا قدرت الحلوف شبيه الحلوف مروان ماهوش حلوف كيما الناس تتصور ماهوش حلوف برشا في مخه معناه ديما راس اللوتة مسكين ويمشي على روحه الناس دوبو دوب روحه طارق والله صارت لي مرة جرب نرفزو بلاي صارت لي مرة فازة طارق قاعدة كي في تونت في كامبينج وحدك قاعد في تونت في كامبينج يا ربي يستر الأربعة متاع الصباح يبني متير يا رب باردة الدنيا باردة يا طارق باردة 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 اش باش نحكي لك سؤال انا خايف من اش باش تحكي لي تخش علي لا لا ما تخصش علي لحظة ما تخصش علي لحظة وانا في الطون طارق لرا متاع الصباح نسمع في حس بجنبي بجنب الطون وراه في خيال نتاع حلوف وكل اللي حلوف وقت امام متعدي طالع على الجبل لا لا امام وقتها ديجا فوق قاعده كاين وتاخذ ندعي يا ربي يا ربي ان شاء الله ما يطلعش حلوف يا ربي ان شاء الله ما يطلعش حلوف والحس بيت يا طارق خرجت من الطون تعرفش نلقى يا رب حلوف يا عم يا ربي ان شاء الله ما يطلعش احمد قوب انت شكون تهز معاك في الجبل كانت على الجبل اللي طلعته ميمة بارد وكذا والله نازم معايا مزيودي انا اخويا يسخن لنا الجو ويغنينا في ثنيه يقصروا ثلاث ايام وخلك كان نجمي والله نجمي يغني صح لي والله دليجي دليجي ما يمشي تمشي دليجي برمو يغني ومخه في جبل يظهر لي تصوروا ميمة طالع اهو يا بابا اهو اهو هيا خلطنا معناتها مزيان تعرف انا علاش ما نحبش نطلع على الجبولات تعرف خاطر انا في ساعه ما نبدل راي صورني انا في طنبك ثنيه ونندم صورني وصلت الشطر ثنيه دي هما اكيب طالعين نحب نروح شنو نعمل تهبط وحدك تنجم تهبط وحدي تعرف في انا والله ساعات نمشي للاسواق مع امي ساعات نبيع نوح اللي نمشي ندور منها ولا منها خلي عاد تصور العجيمي اقامه جبريه في الجبل هذاك اي اي نايب ومجمد واقامه جبريه غادي اي 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 علاش تحبهم برشا سيسيين علاش الحب الكبير هذا على كل فاصل ونرجع وناخذوا تفسير الكامل للإقامة الجبرية مع أنس بن مالك قولي مروان فما كالعباد اللي يجيهم تليفون يقعدوا يمشيوا ولا يبدا قاعد بحذاك يجي تليفون يسرح 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 نصور أمامة نهرتها هكاكا جاي التليفون هاي طالعة هاي تمشي هاي تمشي تلقى روح عملت 2500 باطيا نكمل 2500 اخرين يجيها عجبتها ديسكوس عادة عبد عادة عبد انكوبل انكوبل أمامة انا ايه مالوريزمون يلا حتى لل لونتين شنو هي؟ جبنا كان عبيد انكوبل لونتين اي باش نكبر لك العقده اللي عندك تبع الكونترا هذه ولا شنو هي؟ يا طارق تبي لي شنو هي 5000 متر وتعمل فيها نعملوها انكوبل 5000 متر 5000 شنو؟ عندك شكون؟ انا عملتها في القاعه اللوطه